صنع الله يناقش مشكلة التلوث البيئي للحقول النفطية في جالو. لجنة أزمة الوقود تشرع في استصدار بطاقات مصرفية لشراء الوقود والغاز. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الاقتصادية من قناة ليبيا بانوراما. قام وفد المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بزيارة إلى واحة جالو، التقى خلالها المجلس البلدي وأعيان المنطقة، وبحث الاجتماع الذي ضم الطرفين جملة من القضايا التي تهم أهالي المدينة، خاصة فيما يتعلق بأضرار التلوث البيئي الناتج عن عمليات استخراج النفط والعمل على تطوير برامج التنمية للمنطقة. التواصل مع المجتمع المحلي ومتابعة المشاكل التي تعانيها المناطق المجاورة لعمليات إنتاج وتصدير النفط كانت هدفاً لزيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى واحة جالو. فور وصوله عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأعيان ونشطاء المجتمع المدني، وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المكانية والإصحاح البيئي. وأكد صنع الله أن المدينة تعاني من الإهمال وأنها تحتاج وقفة من الدولة، مشيراً إلى دور المؤسسة وشركائها في الإسهام لتطوير برامج التنمية للمناطق المنتجة للنفط. ورداً على المخاوف التي أبداها المجلس البلدي فيما يتعلق بالإصحاح البيئي، أكد صنع الله أن حزمة من المشاريع بدأتها المؤسسة منذ عام 2012، ولكن الإقفال الذي تسبب به حرس المنشآت تسبب بتعطيلها وخلف آثاراً سلبية على الدولة، وأوضح أن المؤسسة تسعى للاستفادة من تجربة شركة OMV النمساوية في معالجة المياه المصاحبة ونقلها لمناطق الإنتاج، والعمل جار مع شركة سونكور الكندية فيما يتعلق بالإشعاعات في مناطق الإنتاج. الوفد خلال الزيارة تفقد أقسام مستشفى الطوارئ الذي نفذته شركة إيني عام 2013، وتم تسليمه لوزارة الصحة، غير أنه لم يتم تشغيله. كما تم وضع حجر الأساس لمعهد الواحات للتقنية النفطية، والذي سيمنح فرصاً لأبنائها للدراسة والتدريب والعمل، وسيكون إضافة لسلسلة المعاهد النفطية بليبيا. أعلن رئيس لجنة الأزمة الوقود والغاز عن استكمال الإجراءات النهائية للعمل بالبطاقات المصرفية للتزود بالوقود، وأوضح الهجرس أن اللجنة استنفرت إمكانياتها خلال هذه الأيام من أجل توفير الوقود والتركيز خاصة على منطقة الجبال أو الجبل بالكامل. وأشار الهجرس إلى أن العمل سيبدأ خلال الأيام القادمة، كما سيتم البدء في إعداد قائمة بأسماء المحطات داخل مدينة طرابلس كمرحلة أولى، في خطوة بهدف من خلالها لتخفيف العبء عن المواطنين بسبب نقص السيولة. وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الغاز والوقود ميلاد الهجرس في تصريح لليبيا بانوراما الأحد، قال إن الشركة ستشرع بالتعاون مع شركات التوزيع والمصارف التجارية في استصدار بطاقات مصرفية يباع من خلالها الوقود والغاز. مع شركات التوزيع بشأن إيجاد آلية نتمكن من خلالها بتزويد المواطنين بالوقود من المحطات عبر البطاقة المصرفية أو بطاقة تسمى الفيول كارت، وهي بطاقة تشحن بصك مصدق. قيمة هذه البطاقة تقدر من 100 دينار فما فوق. طبعا خصت هذه البطاقات للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات مصرفية، فبالتالي نحن الآن بادي العمل، وإن شاء الله الأيام القادمة سنعلن عن المحطات وأماكنها وعناوينها. إلى درنا، حيث قال المجلس المحلي للمدينة إن شاحنات نقل الوقود بنوعيه ستبدأ في الدخول إلى المدينة اعتبارا من اليوم الأحد بعد توقف الإمدادات طيلة 3 أشهر الماضية. وأوضح المجلس عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تعهد بدفع قيمة 250 دينارا لسائقي الشاحنات نظير دخولهم للمدينة. وأكد محلي درنا أنه سيستمر بدفع هذه المبالغ المالية
لضرورة توفير الوقود للمدينة لتشغيل القطاعات الأساسية ورفع المعاناة عن المواطن. قالت المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا نورا حمجلاوي إنه بانتهاء أعمال تركيب منظومة الطاقة الشمسية للمستشفيات في طرابلس سيتمكن حوالي 50,000 مواطن من التمتع بخدمات صحية مع توفر الكهرباء. يشار إلى أنه تم تركيب منظومات للطاقة الشمسية في مستشفى بوسليم للحوادث والطوارئ في العاصمة طرابلس، وسيتم تركيب أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في 3 مستشفيات أخرى في طرابلس، وهي علي عمر عسكر للأعصاب ومركز طرابلس الطبي ومركز قرطبة للكلى. عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء الأحد اجتماع بين إدارة الشركة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة من أجل تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل الشركة. وشددت إدارة الشركة على الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في إيصال الصورة الحقيقية للمواطن. أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية آدم المبروك الأحد حدوث قطع في خطوط نقل الكهرباء قرب محطة أم الجداول بين مدينتي سبها والشاطي، مشيرا إلى أن القطع تسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الجنوبية بشكل كبير حسب ما جاء في وكالة أنباء التضامن. وأوضحت الوكالة أن القطع حدث بالخط الرابط بين المنطقة الجنوبية ومحطة أم الجداول القريبة من مدينة الشاطي، لافتا إلى أن القطع تم من قبل مجهولين يوم أمس السبت. أكد عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي أن هناك ترتيبات لتأمين مصفاة الزاوية، مشيرا إلى وجود خيارات سيعلن عنها حال إقرارها. وأضاف العوكلي في تصريح صحفي الأحد بأن إنتاج النفط تجاوز 708,000 برميل يوميا، مؤكدا أن الإنتاج لم يبلغ هذا الرقم منذ 3 سنوات، ونفى عودة شركات الاستكشاف إلى ليبيا، مبينا أن بعض الشركات الوطنية لها برنامج لاستئناف الاستكشاف للسنة الحالية حال توفر الميزانيات. أعلن مصرف التجارة والتنمية عن بلوغ مبيعات خدمة ادفع لي 38 مليون دينار ليبي من مختلف مراكز البيع في مناطق البلاد كافة. وأضاف المصرف عبر صفحته على فيسبوك السبت أن عدد الزبائن الذين استخدموا خدمة ادفع لي بلغ 30,000 زبون، لتصل قيمة المبيعات إلى 38 مليون دينار في أكثر من 400 مركز مبيعات. وكان مصرف التجارة والتنمية فعل خدمة ادفع لي في محاولة لمعالجة نقص السيولة التي يعاني منها المواطن الليبي. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، استلمت مدينة أوباري سيارتي إسعاف وأخرى لجمع القمامة ضمن مشروعات صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع للأمم المتحدة. وأوضح صندوق تحقيق الاستقرار وفقا لما أعلنه عبر موقعه الإلكتروني أن هذه المنحة تأتي في سياق مشروعاته التي تشمل صيانة المدارس وتحديث مستشفى أوباري العام والسوق الرئيسي وتأسيس مركز للشباب وآخر للمرأة. ختام النشرة وتذكير بالعناوين. صنع الله يناقش مشكلة التلوث البيئي للحقول النفطية في جالو.
لجنة الوقود تشرع في استصدار بطاقات مصرفية لشراء الوقود والغاز. مشاهدينا، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار على صفحتنا الرسمية قناة ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة ولكم مني أطيب التحايا.